في البقع شمال محافظة صعدة، صد الجيش الوطني هجمات عنيفة شنتها ميليشيا الحوثي والرئيس المخلوع في محاولة استعادة ما فقدته خلال مواجهات سابقة. ونقل مراسل قناة بلقيس عن مصدر عسكري في قيادة محور صعدة العسكري أن هجمات الميليشيا تركزت على عدة مواقع استراتيجية، من بينها موقع السنترال والخشباء وصلاطح التي كان الجيش الوطني قد حررها في وقت سابق، مؤكدا أن الميليشيات الانقلابية تكبدت خسائر كبيرة خلال الأيام الماضية، فيما باءت جميع محاولاتها باستعادة المواقع بالفشل. تم صدهم وتكبيدهم خسائر فادحة بعون الله ثم بعون الرجال الأبطال المناضلين الثابتين في مواقع البطولة والشرف. وشهدت جبهة البقع مواجهات عنيفة خلال الأيام القليلة الماضية، وقصفا مدفعيا متبادلا بين الجيش الوطني مسنودا بقوات التحالف وميليشيا الحوثي وصالح الانقلابية، التي تلقت غارات مكثفة من قبل طيران التحالف استهدفت عددا من مواقعها وتعزيزاتها القادمة من معقل الجماعة الانقلابية بصعدة.